بسم الله تلاميذ، السلام عليكم. ان شاء الله تكونوا لاباس. اذا اليوم ان شاء الله راح ندخلوا في اول درس في وحده الداله اللوغاريتميه الداله الان. راح نشوفوا الدرس الاول اللي راح نتعرفوا فيه على تعريف الداله الان وخواصها. راح نبدا التعريف والخواص وبعدها نهزوا تمرين تطبيقي. نتمنى انك تتبع معايا مشاهده هذا الدرس للاخير. إذن نبدأ احنا مع بعضنا في هذا الدرس الأول اللي قلنا راح نشوف فيه تعريف الآلام. أول حاجة راح نشوف ما هو تعريف الدالة اللوغاريتمية. قبل ما نقرأ التعريف الموجود في السبورة ركز معايا مليح. احنا في الوحدة الماضية عرفنا دالة واسمها الدالة الأسية، الدالة الأسية، وتعرفنا على كل ما يتعلق بها. في هذه الوحدة الثانية راح نتعرفوا على دالة واسمها الدالة آلام، اسمها العلمي الرمز تاعها الان، ولكن اسمها العلمي هو الداله اللوغاريتميه النيبيريه. طيب ما هي علاقه الداله الالان بالداله الاسيه؟ العلاقه بعضهم انهم دالتان متعاكستان. مش معناتها دالتان متعاكستان؟ معناتها الاسيه هي الداله العكسيه للالان، والالان هي الداله العكسيه للاسيه. اذا لازم نحتفظوا باللي راهم دالتان متعاكستان. السؤال الذي يطرح، واش معناتها انه الالان والاسيه متعاكستان؟ نقراو التعريف تاع اللوغاريتم نيبيري لعدد، نحاولوا نفهموه مليح، وبعدها رايحين نوصلوا الى نتيجه حول مفهوم ما معنى ان الاسيه عكس الالان والالان عكس الاسيه. اقرا معنا التعريف. يقول لك من اجل كل عدد بي ينتمي لصفر زائد ما لا نهايه، اذا من اجل كل عدد بي يكون موجب تماما، يوجد عدد حقيقي ا يحقق اسيه ا يساوي بي. مليح، لحد الان مازلنا ما شفنا والو. الخاصيه المهمه جدا تقول لنا اذا كان اسيه ا يساوي بي فان الم بي يساوي ا. ركز معنا مليح. اذا عندنا اسيه ا يساوي بي، معناه باللي الان بي يساوي ا. هذا هو مفهوم الداله العكسيه بكل سهوله. يعني الداله الاسيه والداله الالان يخدموا ان صح التعبير العكس تاع بعضهم. شوف مليح، اسيه ا يساوي بي، اذا العكس، اذا الان بي يساوي ا. مثال بسيط جدا على هذا الفكره، احنا رانا نعرفوا باللي مثلا اسيه صفر يساوي واحد، هذه خاصيه مميزه للداله الاسيه. اسيه صفر يساوي واحد، والالان العكس نتاعها، الداله العكسيه نتاعها، اذا تخدم العكس نتاعها. واش معناتها تخدم العكس نتاعها؟ معناتها اسيه صفر يساوي واحد، اذا الان واحد يساوي صفر. اذا الداله الاسيه والداله الالان دالتان متعاكستان. واش معناتها دالتان متعاكستان؟ معناتها يخدموا العكس تاع بعضهم. اسيه صفر يساوي واحد، اذا العكس، اذا الان واحد يساوي صفر. هل نعرفوا احنا مثال على هذه الداله العكسيه من قبل؟ نعم نعرفوا مثال. شوف مثلا الداله مربع والداله جذر، نعرفوا بلي متعاكستان، يخدموا العكس تاع بعضهم، هذيك تربع هذيك تجذر. كيفاش؟ شوف مثلا لو كان تهز ثلاثه مربع، إذا صورة ثلاثة بواسطة الدالة مربع واش هي؟ هي تسعة. دالة جذر دير العكس، كيفاش دير العكس؟ يولي جذر تسعة يساوي ثلاث. إذا الدالة مربع والدالة جذر متعاكستان. نفس الأمر تماما، الدالة الأسية والدالة آلان متعاكستان. هذا المعنى الأول، وكاينة فكرة دوك نزيد نحكيو عليها في إطار الدرس. إذا مثال قلنا أسية صفر يساوي واحد، معناه باللي آلان واحد يساوي صفر، ورانا تعرفنا عليها. الآن كل عدد في الأسية راح نديروا له العكس تاعو بالآلان، كل عدد في الأسية راح نديروا العكس تاعو في الآلان، هكذا نكونوا عرفنا دالة جديدة واسمها الدالة آلان. إذا الدالة آلان هي الدالة ماذا؟ هي الدالة معرفة على واش من مجال؟ معرفة على المجال صفر زائد ما لا نهاية، ودوك نشرحوا علاش معرفة على صفر زائد ما لا نهاية. بي كيفاش معرفة الدالة آلان؟ آلان كل عدد اكس يكون من المجال صفر زائد ما لا نهايه ترفق به، ترفق به ماذا؟ الان اكس. اذا الداله هي داله عاديه جدا، اكس الان اكس، الان هذا وش هو؟ عكس الاسيه. قال لنا الداله هذه على واش معرفه؟ معرفه على المجال صفر زائد ما لا نهايه. وهنا سؤال مهم جدا لازم ننتبهوا ليه. احنا الداله الاسيه، الداله الاسيه ما هي مجموعه تعريفها؟ قلنا مجموعه تعريفها ناقص ما لا نهايه زائد ما لا نهايه، مجموعه تعريف تاعها ا.
الدالة الان مجموعة التعريف تاعها ماهيش ار، مجموعة التعريف نتاعها من صفر زائد ما لا نهاية. اذا قلنا بلي مجموع تعريف الداله الاسيه هي من ناقص ما لا نهايه زائد ما لا نهايه، ومجموع تعريف الالان هي من صفر زائد ما لا نهايه. السؤال اللي لازم نطرحوه ولازم نركزوا معاه مليح، علاش هذه معرفه من ناقص ما لا نهايه زائد ما لا نهايه والاخرى معرفه من صفر زائد ما لا نهايه؟ انتبه معنا مليح. الداله الاسيه قلنا معرفه على المجال الحقيقي ناقص ما لا نهايه زائد ما لا نهايه، يعني القيم كامل نقدروا نحسبوا بواسطتهم صور بالداله الاسيه. اذا القيم اللي تخرجهم الداله الاسيه، الدالة الأسية قلنا تخرج القيم الموجبة فقط، إذا الدالة الأسية القيم اللي تخرجهم من صفر زائد ما لا نهاية. بعد في الجامعة راح نقولوا هذه مجموعة الانطلاق وهذه مجموعة الوصول، يعني هذه القيم اللي نحسبوا بواسطتها نصور وهذه الصور الناتجة. مليح، هذا الاتجاه هكذا هو الدالة الأسية، مجموعة تعريفها من ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية، ولكن تخرج إلا القيم الموجبة. الدالة الألانية واش قلنا؟ قلنا هي العكس. إذا بما أنها العكس يجب أن تنطلق من هذه المجموعة، يعني القيم اللي تخرج من الأسية، إذا الدالة الآن تنطلق من العكس من صفر مفتوح زائد ما لا نهاية، ورانا نلاحظوا باللي تخرج كل القيم، تخرج كل القيم. إذا الدالة الآن معرفة على القيم الموجبة فقط، ولكن الصور تاعها يخرجوا موجبين ويخرجوا سلبي. مثلا على سبيل المثال شوف، لو كان نحسبوا بالآلة حاسبة آلان 2 ولو كان نحسبوا آلان 0.5 بالآلة حاسبة، آلان 2 راح تخرج لنا 0.69، آلان 0.5 راح تخرج لنا ناقص 0.69. إذا لاحظ باللي الآلان حسبنا تاع القيم الموجبة خرجت لنا الموجبة والسالبة عادي جدا، ولكن لو كان ندير بالآلة حاسبة آلان ناقص 2 راح تجيك غير معرفة. إذا الآلان كاين إلا تاع القيم الموجبة، ما كانش تاع القيم السالبة، ولكن يخرج القيم الموجبة ويخرج القيم السالبة. إذا هذا هو تعريف الدالة الآلان. بكل سهولة لازمتنا نحتفظوا باللي الدالة الآلان والدالة الأسية راهم متعاكستان. واش معناتها متعاكستان؟ معناتها يخدموا العكس تاع بعضهم، أسية أ يساوي بي، إذا آلان بي يساوي أ. إذا قلنا باللي هذا هو المعنى الأول تاع دالتان متعاكستان. كاين معنى آخر اللي مديناه في الملاحظة، الملاحظة قلنا من أجل كل X عدد حقيقي آلان أسية X يساوي X، يعني هذه كيفاش نعبر عليها بالدرجة نتاعنا؟ نقولوا الآلان تنحي الأسية. الخاصية الأخرى أنه من أجل كل X ينتهي من صفر زائد ما لا نهاية، أسية آلان X يساوي X. إذا الآلان تنحي الأسية والأسية تنحي الآلان، كيما ماذا؟ كيما الجذر والتربيع، كما الجذر والتربيع، الجذر ينحي التربيع، التربيع ينحي الجذر، علاش؟ لأنهم دالتان متعاكستان. هذه الخاصية مثلا تاعهم ينحيوا بعضهم، وين نستعملوها؟ مثلا نستعملوها في حل المعادلات. شوف لو كانت تكون مثلا عندنا معادلة أسية X ناقص 1 يساوي 0، كيفاش قلنا نحلوها؟ قلنا ندي واحد من هي تولي أسية X يساوي 1. دائما كي نحبوا حابين نتخلصوا من الأسية ندخلوا الآلان لأنه العكس نتاعها. إذا كي ندخل الآلان منه واش راح تولي لك X؟ من هي راح تولي لك آلان 1، آلان 1 قلنا 0، إذا حل هذه المعادلة هو X يساوي 0. نفس الأمر تماما بالنسبة لو كان تعود عندك مثلا آلان X ناقص 1 تساوي 0، تدي الواحد تدي ناقص 1 من هي تولي لك آلان X يساوي 1. لو كان دخل الدالة الأسية باش تتخلص من الآلان، منا راح تروح الآلان تولي لك X يساوي أسية 1 اللي هي نفسها. إذا هذا هو بكل سهولة تعريف الدالة الآلان، متعاكستان يخدموا العكس تاع بعضهم، هذه رقم واحد، وينحيوا بعضهم، يعني الدالة الآلان تنحي الأسية والأسية تنحي الآلان. هذا هو العنصر الأول تاع تعريف الدالة الآلان. رايحين دروك نشوفوا ما هي خواص هذه الدالة الآلان، وفي الأخير نهزوا تمرين تطبيقي نطبقوا على هذا الدرس. إذا الآن مع العنصر الثاني واللي راح نمدوا فيه خواص الدالة الآلان. احنا في الوحدة السابقة شفنا الدالة الأسية وشفنا عندها خواص جبرية، الآن راح نشوفوا الخواص الجبرية تاع الآلان. ركز معنا، مثلا الخاصية الأولى تاع الدالة الأسية وش هي؟ هي أسية X في أسية Y تساوي أسية X زائد Y. الآن الخواص تاع الأسية عندهم علاقة الخواص تاع الآلان عندهم علاقة بالخواص تاع الأسية. شوف الدالة الأسية وش دير؟ الدالة الأسية تحول الجداء إلى مجموع، كنا نقولوا ضرب القوى جمعها، إذا تحولنا جداء كان جداء حولاته إلى مجموع. درك الدالة الآلان دير العكس، الدالة الآلان تحول المجموع إلى جداء، يعني الخاصية الأولى بكل سهولة كي يعود عندنا إكس وإكراك عددين موجبين، الخاصية الأولى تقول لنا آلان إكس زائد آلان إكراك، قلنا هذه تحول المجموع تحول الجداء إلى مجموع، هذه المجموع يتحول إلى جداء. إذا آلان إكس زائد آلان إكراك تصبح آلان إكس في إكراك. مثال لو كان مثلا تكون عندنا في التمرين آلان إكس زائد آلان إكس،
نقدروا نقولوا هما اثنين الان اكس، ولكن نقدروا نطبقوا الخاصيه هذه تقول لنا المجموع يتحول الى جداء، يعني تولي الان وحده تاع اكس في اكس، اذا اكس في اكس اللي هي نفسها الان اكس مربع. اذا هذه هي الخاصيه الاولى، وقلنا هي عكس الخاصيه تاع الاسيه. هذا الخواص واش نديروا بهم؟ نفس الامر تاع الاسيه، نحتاجهم في الحساب، نحتاجهم في الاشتقاق، في استخراج العام المشترك، في النهايات، في اي حاجه. اذا هذه الخاصيه الاولى. الخاصيه الثانيه عندها ايضا علاقه بالخاصيه تاع الاسيه. واش هي الخاصيه تاع الاسيه؟ تاع القسمه. اسيه اكس على اسيه ايغريك ماذا تصبح؟ تصبح اسيه اكس ناقص ايغريك. شوف الدالة الأسية واش دارت؟ حولت القسمة، حولتها إلى طرح. الدالة الآلان تقوم بالعكس، تحول الطرح إلى قسمة. يعني ماذا؟ يعني آلان إكس ناقص آلان إيغراك قلنا طرح يصبح قسمة، تصبح آلان إكس على إيغراك. هذه خاصية لازم نكونوا نعرفوها. مثلا لو كان تكون عندنا في التمرين آلان 2 إكس أو آلان إكس مربع ناقص آلان إكس، هذه كيفاش نقدروا نبسطوها؟ نقدروا قلنا الطرح يصبح قسمه، اذا تولي الان وحده واش كاين داخل؟ كاين اكس مربع على اكس تساوي الان، نقدروا نختزلوا راح تبقى لنا تساوي الان اكس. اذا هذه هي الخاصيه الثانيه. الاسيه شحال عندها من خاصيه؟ عندها اربعه، وبالتالي الان ايضا عندها اربع خواص. الخاصيتين الاخيرتين، الخاصيه الثالثه وهي مهمه جدا، شوف تقول لنا؟ تقول لنا الان واحد على اكس يساوي ناقص الان اكس، وهذه خاصيه مهمه جدا اللي نحتاجوها في كثيرا في الحساب. اذا الان المقلوب يصبح ناقص الان. على سبيل المثال لو كان يكون عندنا في التمرين مثلا، لو كان يكون عندنا الان مثلا واحد على اكس زائد ايغريك، وحتاجنا نبسطوها مثلا في اشتقاق، في نهايه، في اي حاجه، نقدروا نقلبوها قلنا الان المقلوب يصبح ناقص الان، اذا تصبح ناقص الان اكس زائد واحد. هذه خاصيه مهمه جدا. وعلى فكره راها عكس الخاصيه الثالثه تاع الاسيه. الخاصيه الرابعه والاخيره شوف واش تقول لنا؟ تقول لنا الان اكس اس ان كما الخاصيه تاع الاسيه، دائما الان اكس اس ان الان هذا يهبط برا، اذا تصبح ان الان اكس. الان هذا واش هو؟ عدد طبيعي. مثلا لو كانت تكون عندنا الان اكس مربع، دائما ديروا في بالنا باللي القوة كي تكون داخل الآلان عندها الحق تخرج برا، تولي تساوي 2 آلان إكس. وكان مثلا عندنا آلان إكس ناقص واحد الكل مربع مع ملاحظة مجموعات التعريف، مع ملاحظة مجموعات التعريف، احنا اللي تمنا الآن هو التطبيق على الخواص. الأس هذا يقدر يخرج برا ويصبح 2 آلان إكس ناقص واحد، وهذا تطبيق فقط على الخواص. الآن بعد ما شفنا هذا الخواص 1 2 3 4 قلنا رايحين نهزوا عليهم تمرين تطبيقي. التمرين التطبيقي كما تفهمنا في بداية الوحدة عندنا سلسلة تطبيقية، إذا كان مازال ما حملتهاش راح تلقى الرابط نتاعها في صندوق الوصف وتلقاها في أول تعليق. حملها لنا، روح لنا للتمرين الأول اللي هو حول الدرس الأول، أعطاك ثلاث علاقات قال لك بسطهم. كيفاش تبسطهم؟ باستعمال الخواص الآن. إذا حبس الفيديو، روح حاول فيهم، ومن بعد أروح شاهد معنا الحل. إذا احنا نبداو مع حل التمرين الأول في سلسلة التمارين التطبيقية واللي هو حول الدرس الأول. عطينا مجموعة من العبارات قلنا اكتبهم على شكل آلان واحدة، شكل آلان أ، يعني لازم نبسطهم باستعمال ماذا؟ باستعمال الخواص الأربعة. حاجة سهلة جدا. شوف الآن ركز معنا، عندنا آلان ناقص آلان، ما هي الخاصية اللي نخدموا بها؟ نخدموا بالخاصية الثانية، آلان ناقص آلان تصبح آلان تاع قسمة، إذا تولي آلان واحدة قسمة. نقسم ماذا على ماذا؟ نقسم ما بداخل الآلان على ما بداخل الآلان، يعني تولي إكس زايد واحد على إكس ناقص واحد زايد ماذا؟ واش تبقى لنا؟ تبقى لنا 2 آلان إكس. الآن هل نقدر نطبقوا الخاصية الأولى مثلا؟ علاش؟ لأنه عندنا آلان زايد آلان. حاليا ما نقدروش نطبقوها، علاش؟ لأنه ما عندناش آلان زايد آلان، عندنا آلان زايد آلان مضروبة في عدد. الآن العدد هذا لازم نتخلصوا منه، كيفاش نتخلصوا منه؟ باستعمال الخاصية الأخيرة، لأنه قلنا آن في آلان تصبح آلان إكس أس آن، يعني العدد كيكون برا عنده الحق يخرج يولي قوة والعكس. إذا كيفاش راح تصبح؟ راح تصبح آلان إكس زائد واحد على إكس ناقص واحد الكل زائد آلان، قلنا هذه باغ تطلع تولي قوة، إذا تولي آلان إكس مربع. الآن واش رانا نلاحظوا؟ عندنا آلان زائد آلان، آلان زائد آلان الخاصية الأولى قلنا يتحول إلى جداء، جداء ماذا؟ هذا ما بداخل آلان فيما بداخل الآلان، إذا تصبح آلان ماذا؟ إكس مربع
مضروبة في x زائد 1 على x ناقص 1. وممكن نظموها نقول تساوي الآن ماذا؟ x مربع بإمكانها تطلع في الوسط، واللي x مربع في x زائد 1 على x ناقص 1. وبهذه الطريقة نكون بسطنا العبارة الأولى. إذا نمر إلى العبارة الثانية، ركز معنا مليح. عندنا ألان زائد 1 على 2 ألان ناقص 3 ألان. لو كان نحب نجمع الألان مع الألان ما نقدروش، لأنه يعني لازم نتخلصوا من العدد هذا. العدد شفنا الفكرة نتاعه أنه لازم يطلع كأس، إذا باستعمال الخاصية الأخيرة. إذا تولي ألان X زائد العدد راح نطلعه كأس، وش يولي؟ يولي ألان تاع ماذا؟ تاع X ناقص 1 الكل أس 1 على 2 ناقص 3 ألان X. ركز معنا مليح، العدد هذا أس نص، العدد X ناقص 1 أس 1 على 2. لازم نكونوا نعرفوا باللي في الحالة العامة A أس 1 على 2 هو جذر A. هذه فكرة لازم تكون معروفة. جذر 4 وش معناتها؟ معناتها 4 أس نص. يعني دائما كتعود عندنا فكرة أس نص معناتها جذرها. هذه خاصية لازم تكون معروفة. إذا تولي تساوي ألان، قولي ما نعرفهاش، تعلمها بكل سهولة، لازم تتعلمها. إذا تصبح ألان، قلنا أس نص معناتها جذر. إذا تصبح جذر إكس ناقص إكس ناقص 1 ناقص، شوف هنا أيضا ثلاثة هذه نقدروا نطلعوها، نقدروا نطلعوها باش بعد نقدروا نجمعوا الألانات مع بعضها. ثلاثة كي تطلع شو تولي؟ تولي أس. إذا تولي ناقص ألان إكس أس 3. الآن الألان زائد الألان بالخاصية الأولى قلنا يصبح جداء، إذا يصبح ألان ماذا؟ هذه في هذه، إذا إكس في جذر إكس ناقص 1 ناقص ألان إكس أس 3. الطرح قلنا يتحول إلى ماذا؟ يتحول إلى قسمة، ألان ناقص ألان تصبح ألان القسمة. إذن تصبح تساوي ألان ماذا؟ X في جذر X ناقص 1 على X أس 3. الآن قسمنا هذه على هذه، مش رانا لاحظوا كاين اختزال، هذه نقدروا نختزلوا اكس من هذه مع واحده من هذه، شحال يبقى؟ تبقى اكس مربع. اذا اختزال فقط، راح تبقى لنا الان جذر اكس ناقص 1 الكل على اكس مربع. وشوف باللي الاهميه تاع الخواص هي التبسيط. شوف مثلا هذه العباره منشوره ومعقده وواعده، مثلا في حساب نهايات نلقاو حالات عدم تعيين وكذا، ولكن هذه سهله، هذه سهله جدا، ابسط منها. عندنا ثلاث الانات بين بلي الان واحده ابسط منه. اذا روحوا للمثال الاخير السي، واللي اعطانا فيه ايضا مثال مشابه، والمطلوب منا هو تبسيط فقط الحساب، يعني نمدوا الان واحده في الاخير. اذا الان السي، السي واش كاين؟ السي يساوي ناقص الان اكس ماذا؟ زائد 2 ألان X مربع زائد 2 ألان جذر X. هذه هي العبارة. إذن هذه هي العبارة. شوف الآن لازمتنا دائما الأعداد اللي يكونوا مضروبين في الألان لازم نخلصوا منهم باش نطبقوا الخواص. لازم يكون عندنا ألان زائد ألان أو ألان ناقص ألان، ما لازمش تكون مضروبة في ناقص أو مضروبة في 2 أو مضروبة في 2. مليح، ناقص كيفاش نتخلصوا منها؟ ناقص هذه كيفاش نتخلصوا منها؟ لازم نعرفوا الخاصية هذه. قلنا بلي ناقص ألان إكس هو نفسه ألان واحد على إكس، نقدروا نوظفوا هذه الخاصية. يعني ناقص ألان إكس تولي ألان واحد على إكس زائد 2، هذه قلنا تقدر تطلع، وكيفاش تطلع؟ تولي أس. إذا تولي ألان، إحنا عندنا إكس مربع، كي تزيد ترفعها مربع واش راح تولي؟ راح تولي إكس أس 4. إذا إكس مربع مربع هي إكس أس 4 زائد، شوف هنا 2 راح تطلعها، راح تولي لك جذر إكس، كي طلعتي راح تولي أس. إذا جذر إكس الكل مربع، وراح يروح ماذا؟ راح يروح الجذر مع التربيع، لأنه مجموعة تعريف رانا ماش نخدموا عليها، وفي الحالة العامة الجذر يروح مع التربيع. إذا واش تبقى لنا؟ راح تبقى لنا ألان إكس. الآن بإمكاننا نطبقوا الخواص. كيفاش بإمكاننا نطبقوا الخواص؟ عندنا ألان زائد ألان راح تولي جداء، ومن بعد نزيدو نخدموا الأخرى، مع ملاحظة أنه نقدروا نخدمهم كامل ضربة واحدة. يعني ألان زائد ألان زائد ألان واش تصبح؟ تصبح جداء. جداء ماذا؟ جداء هذا في هذا في هذا، ونقدروا نخدموا بالزوج. كيفاش نخدموا بالزوج؟ ركزنا مع الزوج الأولين هذو، ألان زائد ألان قلنا تولي جداء، جداء ماذا؟ جداء هذا في هذا. إذا واحد على إكس في إكس أس 4 زائد ألان إكس. شوف مليح، إذا تصبح ألان واحد على إكس في إكس أس 4. تقدر إكس أس 4 تطلع للبسط تولي إكس أس 4 على إكس، إكس أس 4 على إكس مع الاختزال شحال تتبقى؟ تتبقى إكس أس 3. إذا تولي ألان إكس أس 3 زائد ألان إكس
واش قلنا؟ قلنا الجداء المجموع يتحول الى جداء. اذا الان زيد الان تصبح الان جداء. جداء ماذا في ماذا؟ جداء اكس اس 3 في اكس. اكس اس 3 في اكس ما هي؟ هي اكس اس 4. اذا الان اكس اس 4 اذا كان حابين نخليوها الان كما طلب منا نخليوها الان اكس اس 4، ولكن بامكاننا ان نبسطها بالخاصيه الاخيره لتولي ماذا؟ يهبط الاس، اذا تولي 4 الان اكس. اذا كان خدمنا بالمطلوب منا في التمرين راح نخليوها الان اكس اس 4 لانه قال لنا اكتبها على شكل الان، ولكن لو كان في التمرين 4 الان اكس ساعدنا افضل من الان اكس اس 4 في دراسه الاشاره في النهايات في اي حاجه. اذا هذه هي الدرس الاول، هذا هو الدرس الاول، تعريف دال الالان، الخواص نتاعها، وشفنا تمرين تطبيقي لازم نكونوا فاهمينه مليح هذا الدرس لانه الاساس تاع الوحده. اتمنى انكم استفدتوا منه. اذا عندكم ملاحظات تعليقات اي شيء اتركوها لنا في التعليقات، وباذن الله نحاولوا نستفادوا منها. توفيق، السلام عليكم.